هو أنشطة اللجان دي حاجة جميلة جداً. خليني أقول لك أنا عن نفسي، في حاجة بدور عليها الفترة دي، إن أنا عايزة أتعلم غنى، عايزة أعرف أغني. فلو اللجان ممكن توفر لنا مثلاً، تجيب ناس متخصصة تعلمنا الغنى، بيكون للكبار مش الأطفال بس، فدي تبقى حاجة حلوة. ممكن يعملوا نشاطات للبنات أكثر، يبقى مثلاً يوجا أو أي نشاط رياضي، يبقى يوم مخصص للبنات نعمل فيه نشاطات ونتدرب على حاجات رياضية وكده. والله هو النادي جميل وبيعمل حاجات حلوة وكويسة وكده، بس بالنسبة للمرأة مش قوي يعني مثلا احنا نفسنا الكبار السن بنيجي يومين بس اب 50، لا نخليها اكتر من كده، يخليها في اوبن اير بره عشان خاطر موضوع الكورونا، الرحلات لازم يكون لنا وضع فيها، يعني كلنا حس في الموضوع شوية يعني. برضو المهارات، واحدة عندها اي مثلا حاجة بتحب تعملها، يبقى في لجنة منسقة للمواضيع دي. على مستوى السيدات أتمنى أن هم مثلا يعملوا إيفنتات رياضية للسيدات أكتر، كان بيعملوا فعلا على البسين يوم رياضي كان بيبقى حلو جدا، أتمنى أن هو يتعمل في أماكن تانية، ممكن في الملعب مثلا الخماسي أو في التراك، دي تبقى حاجة جميلة جدا. رحلات ثقافية برضو للسيدات حلوة قوي، لجنة المرأة أتمنى أنها تعمل حاجة زي كده. ندوات أو محاضرات مثلا في التنمية البشرية، يعني أنا شايفة أن هم ممكن يجيبوا حد سبيشالست في حتة اللايف كوتشنج وكده، بحيث أن هو يساعد أكتر اللي هو للناس اللي هي في سننا وكده، لأن هم بيعملوا ده أكتر للناس الكبيرة، فده يبقى مفيد أكتر للناس اللي هي بقى في سننا بقى وكده، فيساعدهم قوي. وأنا كنت حابة أتعلم كروشيه أو رسم بشكل متخصص أكتر يعني، فلو دي حاجات هيقدموها هنا في النادي هتبقى حاجة كويسة قوي. رأيي يعني نفسي يبقى في إيفنت كده في مجمع السباحة للأعضاء، يعني للشباب كلهم، زي ما حصل قبل كده إيفنت للسيدات، فأنا عايز يعني لو إيفنت للشباب كلها ده هتبقى حاجة كويسة. يعني هما الأنشطة اللي بيعملوها في النادي عايزاها تتكثف ويهتموا بالأطفال، وعشان الأطفال بتتبسط بيها قوي. نتمنى أن كل اللجان تعمل نشاطات مفيدة ومثمرة وموسعة للأعضاء، وأتمنى طبعا لجنة الرواد اللي أنا المفروض فيها إن شاء الله يكون ليها نشاط ملموس ومتشاف أكتر من كده بإذن الله.